هيا تعال معي، هيا هيا، سأخذك معي أنا مرحل، لن أتخلى عنك، هيا سنبقى معا. أنت لي وحدي، سأحارب من أجلك، تعال لا تخف. أنت أيضا يجب أن تبقى معي إلى جانبي. جميل ورائع. الآن وهنا أنا وأنت ولا أحد سوانا، والمسافة قريبة جدا. هل أستطيع أن أحقق حلمي من خلالك؟ ولكنني من خلالك أستطيع أن أطلق الأحكام وأن أملك سفينة كبيرة أبحر فيها إلى أقاصي الدنيا. أستطيع أن أحقق كل أحلامي. مملكتي مقابل سفينة. سأكون السلطان. أن تكوني أنت السلطانة وأن تحكي لي حكايات من ألف ليلة وليلة، وأكون أنا شهريارا جديدا يقبض على الحكم بيمينه، ثم ننجب أولياء للعهد. ثم أنقلب عليك يا حبيبتي، وأتربع أنا على العرش وألقب بالسلطان. ولم لا؟ السلطان. دائما تعطيني الأوامر، ها؟ هيك؟ مسرور، سياف، قطع الرأس، دم. لكن الآن لم يبقى بيني وبينك إلا شبر النواع، ونصير أنا السلطان، مسرور سياف السلطان. شهرزاد، أنا أعطي أوامر وأنا أنفذ قطع الرأس.
أنا مسرور السياف سلطان شهريار سان. مأزق ديمقراطي يا شهرزاد، مأزق لم نواجهه من قبل. ولماذا؟ ألم يصوت أحد؟ لا، بل الجميع صوتوا يا شهرزاد، جميع المرشحين انتخبوا وانتخبوا. أين المأزق إذن؟ لم يفز أحد يا شهرزاد، كل واحد منا فاز بصوت واحد فقط، رشح نفسه وصوت لنفسه، ما عدا أمر الزمان وشمس النهار. شمس النهار أعطت صوتها لأمر الزمان، وأمر الزمان أعطى صوته لشمس النهار، وأنت غير مرشحة، وبدر البدور أعطتك صوتها. بسيطة، عيدوا الانتخابات. ما رح نستفيد شيء يا شهرزاد، المرشحين هن هن والنتيجة هي هي. يجب أن تكون الانتخابات نزيهة، ليس كذلك؟ بالتأكيد، وهذا محرج لنا أمام الدول والرأي العام العالمي، أليس كذلك؟ طبعا. دعني أفكر في هذا الأمر. وهل ستبقى السلطنة بلا سلطان؟ وما الحل إذا؟ وما الحل إذا؟ الحل واضح وجلي يا مولاي. ما هو؟ تقول هذه الجارية بأن أصبعها قد جرح. نعم. وبالتالي فهو يؤلمها. نعم. وبالتالي فهي لا تستطيع أن تكتب بشكل جيد. أجل. ولا تستطيع أن تمسك القلم بشكل جيد. صح. وبالتالي فقد تخطئ. نعم. وتستبدل حرفا مكان حرف. بالتأكيد. وبالتالي فإنها قد تكون وبأثر الواو، وحيث أن الواو لم يصح ولم يصر بح، وأن مولاتي شهرزاد غير مرشحة، بل إن مولاي شهريار هو المرشح، وبالتالي تكون قد أخطأت، وبتأثير الألم قد وضعت الزاء مكان الياء، وهي تقصد بذلك شهريار بدل شهرزاد. صح 100%، هذا الكلام صحيح. أجل، أليس كذلك يا شهريار؟ شو 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 شو؟ خلاص خلاص، وبهذا تكون قد انتهت هذه الطبخة السياسية، وأعلن على الملأ فوز مولاي ومعلمي شهريار بفارق صوت عن باقي المرشحين وحصوله على صوتين. ويدو وما حسك يا ابو العز العز بي البقل اصحابه. ويدو وما حسك يا ابو العز العز بي البقل اصحابه. ويدو وما حسك يا ابو العز العز بي البقل اصحابه. وسبع الغاب مرة غاب تحمي الغاب بغيابه. وسبع الغاب مرة غاب تحمي الغاب بغيابه. شهرزاد شهرزاد، ما بدك تهنيني؟ على شو؟ على الغش اللي عملته بالانتخابات لحتى تفوز؟ أنا شفتك، ومو بس أنا، الدنيا كلها شافتك. هو بدك يعني هنيك؟ لازم تقدري موقفي يا شهرزاد، لازم تقدري موقفي. أي موقف؟ إنه السلطان يا شهرزاد، إنه السلطان. بعدين أنا شو عملت؟ ما عملت شيء، كل اللي عملته إنه غيرت حرف. بعدين انت ما بيهمك زوجك يكون سلطان؟ من غيري جدير بحماية هذه البلاد يا شهرزاد. انا كل هالعلاك ما بيهمني، انا فايت انام. بدك تحكي الحكاية؟ بلا. هيا 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 شهرزاد. اليوم الأول بولايتي الجديدة، وهذه الولاية تقوم على حب الرعية للقائد، وحب القائد لرعيته.
سخنها في الماء، قدم قوف قد، قدم قوف قد، جري في الماء، قدم قد، هي براء نور جري انت قدمي، قدم قوف قد، جري في الماء، قدم قد، هي براء نور جري انت قدمي، قوف قف جاي في الماء.